السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ انا عامله عزومه في البيت عند ماما هنا. عامله ايه؟ عزومه كده على سمك. سمك بقى كلهم. ابويا لما كان هنا جاب لنا شويه سمك كده حلوين، بولتي من هناك من المحله. فانا بقى نزلت بقى زودت حبه اسماك كده وشويه جمبري وشويه حاجات كده وشويه كابوريا عشان اعمل اكله سمك كده حلوه. ونبعد بقى نجيب سعاد ومحمد ونستعشى كلنا مع بعض. بس النهارده انا هقلي السمك بدقيق الذره. نفسي اقلي بدقيق الذره، بيبقى حلو غير دقيق القمح. يلا بقى ايه، نغسل سمكنا وننضفه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف مقاديرنا وطريقتنا مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده عندي سمك مرجان وسردين، هنعمل صينيه وكابوريا، سمك مكرونه وسمك ماكريل وبربوني، وادي جمبري تمام. وهنا بقى شخص هنعمل شوربه برضو، عندي اهو كاليماري وسمك فيليه جايبه ربع كيلو، ودي الراس بتاعتها عشان خاطر برضو اقطعها في الشوربه. وعندي كابوريا اهي وجمبري. عندي الجندوفلي نقعه في ميه، بنقعه حوالي ساعتين، كل نص ساعه بغير له الميه عشان لو في حاجه تتفتح، لو في رمل اشيله تمام كده. عندي جمبري برضو عشان خاطر هقليه، جمبري صغير الصغير ده عشان خاطر القلي. وده المره ده هقليه، هقص زعانيفه كده وراسه وهقليه زي ما هو، يعني دي هتتقلب حالها زي ما هي كده من غير اي حاجه كده. والتوم بقى، وطبعا عندي بصل وعندي جزر وعندي كرفس وعندي بقدونس وعندي فلفل اخضر وعندي كمون وعندي ملح وعندي ليمون وعندي خل. وطبعا هعمل رز معاهم، وعندي علبه كريمه وشويه لبن عشان خاطر الشوربه. وزي ما عملت الشوربه معاكم قبل كده، ممكن نعملها من غير الكريمه ومن غير لبن، هوريها لكم النهارده احنا نعملها من غير كريمه ولبن، لان انا عندي. وده سمك بولت اللي كان بابا جايبه لي زي ما قلت لكم من المحله، كنت منضفاه يومها وكنت شايلاه في الفريزر، هطلعه برده ومغسول زي الفل. وده كله الحاجه معانا زي الفل. اول حاجه انا هعملها دلوقتي، هفرم التوم ده اهم، دول اربع روس كبار هفرمهم مع قرنين فلفل كبار. يعني هفرم ده مع كام قرن فلفل كده عشان ابتدي اتبل السمك بتاعي. هتبل كله، يبقى كله عندي متبل وجاهز عشان نقلي مره واحده تمام. هفرمه مع الفلفل الاخضر وارجع لكم نجهز تتبيله السمك. بصوا يا جماعه، التوم اهو حطيت قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر تمام. احط بقى معاهم معلقتين ملح كبار. بصوا حبايبي اهو، حط الملح معاهم بالمره، بسم الله. حطي كمان معلقه ملح اهو، شايفين حبه كمان عشان السمك بيحب الملح اهو. افرمهم بقى كويس قوي، وبعد كده احط توابلي بعدين. بصوا يا حبايبي، حطيت عودين كرفس وعودين بقدونس، اديهم بقى ضربه كمان وبخلص على كده. حبايبي الخلطه جاهزه معايا اهي، يلا بقى اعصر عليها الليمون واجهزها معاكم. بصوا حلوه ازاي، الحته حلوه قوي. عندي الخلطه زي ما قلت لكم، حطيت عليها حبه توابل سمك وحبه كمون. وهنا بقى بصوا عودين نعناع، نعناع اخضر ده بقى، يعني هتدوق احلى سمك في حياتكم. عودين بس تمام، وده اختيار يا جماعه مش اجبار. نعصر بقى الليمون، بسم الله. بصوا الليمون حلو ازاي. وكنت طبعا احط معاهم شويه خل، بس للاسف انا هو عندنا خل، بس عندنا طبعا عشان بنجدد مطبخ ماما، فللاسف الخل ما اعرفش ودوه فين. اقصد جوه. طب ياسمين تجيب لنا، ياسمين تجيب تقول لي جوه. ادي شويه خل كمان، اجيب بقى بمعلقه لان كده هتبقى حرقه على ايدي. بسم الله. طبعا دوق الملح بتاعها وظبطيه كده، ريحتها جنان جنان. الاحمر ده القرن فلفل الاحمر اللي انا حطيته هو زي ده تمام. طبعا دي يا جماعه تبدأ نحشي بس سمك من جوه. لسه طبعا السمك الصينيه هنحط فيه بصل وطماطم وفلفل اخضر وكرفس تمام. نبتدي بقى ايه، نجيب بقى طبق ونحشي السمك بتاعنا كده على نظافه. طبعا انا حاطاه بلم فيه الزباله عشان ما تركبش الدنيا حواليه. دي جايباها عشان خاطر السمك الصينيه، بشرها كده هفرمها في الكب على طول تمام. انا هحط السمك كله هنا عشان اتبل في الطبق الكبير كله مره واحده. بصوا ده اللي انا عاملاه وغسلاه،
كنت غسلاه من 3 ايام لما ابويا كان جايبه لي. بسم الله. نضيف من جوه ازاي زي الفل. ده كده البولت بنتبله بالطريقه دي اهو. المكرونه برده هنتبله برده البربوني برده اهو. هنتبل كله في طبق واحد لان كده كده كله هيتاني. ان السمك رفيع اصلا وصغير. تبل بقى كل السمك. حتى الكاليماري الكبيرة اهو. ده انا هعمله صحيح زي ما هو في الصينية بس هشقه كده. بسم الله. تمام. بسم الله. شايفين اهو سهل جدا وبسيط كده. تبل بقى كل اللي قدامي ده كله يبقى جاهز على القلي. ده الجمبري اهو شلت راسه نضفته وغسلته. اللي عملت خلطه تانيه بنفس الطريقه عشان الخلطه الاولانيه خلصت مش مشكله. بسم الله. ادي الجمبري برده اهو كمان ده هيتقلي زي ما هو كده بقشره كده. تمام اهو احنا كده ايه تبلنا الجمبري ده برده كمان كده ده هيتقلي. البتاعه دي بسم الله هاخد بس الشباشيب اللي مدلدله دي كلها احطها في الشوربه والباقي هقطعه عشان اقليه. اسندها بس على حاجه كده اقطعها كلها. الفتافيت اللي زي دي هحطها في الشوربه دي كده للشوربه والباقي هقطعه واقليه مع الجمبري. طعم واحده بس كده بتاعتهم سرعه زي ما انتم شايفين كده اهو. بس كده دول مع بعض هيتقلوا كده زي ما هم. تمام. نتبل بقى بقيه السمك السردين برده دوت عشان يتحط في الصينيه. بسم الله اهو ده هيتحط في الصينيه. والمرجان برده اهو. بسم الله. السمك المرجان اهو برده حلو جميل. الم ده بقى دي كلها وطبعا لازم اخلي حبه تتبيله. بسم الله. اخلي حبه من دول هنا كده على جنب كده عشان خاطر الكابوريا والجمبري والباقي هتبله كده. بسم الله. انا هجهز بقى الخلطه بتاعه الصينيه. عندي بصل قطعته وحبه من التتبيله ودول عودين كرفس على بقدونس اهم. خلطهم كده بسرعه المقص كده على طول. المقص ده حلو بصراحه بينجز معايا في حاجات كتيره. يوم المسابقه بتاعه السندوتشات كله بيقول افتحي بمقص. ما كانش في مقص واحد والمسابقه لازم عشان نفتح احنا الاثنين يبقى في مقصين للاسف. تمام. وقرن فلفل كمان نقطعه اهو. عايزه يا جماعه تحط فلفل حار برضو حطه بس للاسف انا ما بحبش الحار خالص نهائي اهو. اهو كده اهو. اخلط بقى كده على طول. اقطع معاه طماطميه كمان بس الطماطميه هقطعها دوات كبيره طرنشات كبيره عشان خاطر ايه هرصها على وش السمكه. والخلطه دي هحط نصها تحت السمكه ونصها فوق السمكه. وكيمو تحت الميه كيمو فوق الميه كيمو تحت الميه كيمو فوق الميه. وشويه جرز اهو وحط شويه ملح واعصر ليمونتين كده كبار. واعصر ليمونتين كده اهو. جهز كده التتبيله خليها محبشه. عايزين بقى شويه شطه حطوا براحتكم. لا شطه لا ولا فلفل. عايز يحطه قدامه فلفل اسمر حطيت يا ماما. تمام. سنتوفه خل سنتوفه صغيره بس سنتوفه. بسم الله. بس كده
هشيل بس البزلية الصغيرة دي. شاية ملح. بسم الله. حاجة كده عناب تفتح النفس يا بني آدمين. طبعا هديها نقطة زيت. زيت بس كفايه كده. تمام. طبعا لو حد عايز يعمله من غير زيت خالص عادي، بس الزيت بيديله طعم كده وحاجات. ادي الصينيه اللي احنا هنعمل فيها، هقطع فيها الطماطمات. بسم الله. شفت قطط على السلم مقطعين بعض على السمك. في سمك على السلم؟ ريحه. لا لا، هتلاقوا مقطعين بعض عشان حاجه تانية. شايفين؟ انت عايزه السمك حلقه ياسمين؟ مش هزعل. بس قلل الحلقهم، نحط نص الخلطة اهي بس كده. قرن سليم افردها. ما مش هعمل حاجة. طب وانتي فرديه كلي بس كده. ها، وروح رص السمك. بس مش هاكل من ده، احنا هناكل احنا. خلاص شيل الفلفل، مش هعرفك انتي. ورص السمك كده. بسم الله. ده سردين يا جماعة. تمام. حط كل السمك في صينية واحدة، السردين مع الماكريل الاتنين مع بعض اهو. هرصه كده اهو حوالين البتاع، واحط الماكريل الكبير ده في النص. بصوا حبايبي كده اهو الخلطة بقى كلها دي. بسم الله. انا نسيت اقطع دي. بسم الله. حامي قص الكندي جدا، خلي بالكم. بس بالصلاة على النبي كده حاجة عظمة. بس دي كده هتخش الفرن زي ما هي كده. دي كده الصينية دي ايه؟ جاهزة كده على التسوية. بس على حضرة جمال النبي زي الفل كده. الليمون ده ما بينش بحب اكله بيقرقش كده. كده خلصنا ايه السمكة دي. تمام. دي بقى ايه اللي كده على جنب عشان ندخلها الفرن. ودي السمكة اهو متبل كمان عشان يتقلي. كده خلصت. دي هصفي المية بتاعته. بص اتفتح كله ازاي. خد بالكوا اللي تلقى مقفولة بيبقى فيها رملة. بصوا كله مفتوح اهو. بصوا هعمل بقى ايه دلوقتي يا رجاله. هاخد بقى شويه جمبري من ده، هقصقش نباته واشيل الشوكه بتاعته. ده اللي هنشوحه كده مع الكابوريا. هقصقش نباته. بسم الله. تمام. وطبعا هقشر شويه واركنهم على جنب عشان خاطر احطهم في الرز وانا بعمله كده. مش ناكل رز اقرع يعني. لا، الشنبات اهي، الشكر المليء اهي. اقشرهم بقى كلهم واقسمهم. حبايبي خلصت. ادي صينيه السمك جاهزه معانا اهي. دي حاجات عشان الشوربه. جمبري متقشر هاخد نصه للشوربه ونصه للرز. والسمك اهو انا جايبه ربع كيلو زي ما قلت لكم. ودي حتت الصبيط اللي انا هقطعها ده اهو. اسمه ايه؟ جندوفلي. فتح كله. خش بقى اغسله غسله حلوه. ودي الجمبري والكبار انا هشوحهم واحط معاهم طبعا الجندوفلي الباقي. دي مش تبعنا. عندي اهو الجمبري اللي انا عملته والصبيط اللي انا هقليهم والسمك اللي انا هقليه. هنا بقى نخش على السمك اللي هقليه اهو كله.
يلا بقى نخش المطبخ نحط الصينيه دي في الفرن ونقل السمك ونولع الرز على عين والشوربه على عين والطاسه على عين ونجهز كل الاكل. كل ده هي اصلا خمس عيون. هم خمس عيون ده في الفرن، وادي ده هقلي في عين وده هيتقلي كله مع بعض، والشوربه عين والرز على عين، اربع عيون. ايه يا مضب انت ايه؟ هنعمل بقى الرز الاول، حبه زيت وادي البصلية بسم الله. هشوح بقى البصل، انتوا عارفين لازم رز السمك يبقى البصله بتاعته حمراء قوي غامقه جدا، مديها على البني عشان يدي معانا اللون السمك اللون الحلو بتاع السمك ده كده. هنحطه هنا على العين دي تمام. هنحط بقى دي في الفرن هي كمان عشان ننجز كله في وقت واحد. حبايبي هنا الرز الميه البصله بتاعت الرز تمام، وهنا هنجهز الشوربه تمام. حط حته بصله من الرز هنا عادي يعني مش هيجرى اي حاجه تمام. هحط بقى عليها حبه الشوربه كلها يعني شويه ضفادع من ده اهو. شويه جمبري كمان اهو. نحط كام واحد بقشره بصوا الميه بتاعت الرز اهي كده، ده هيدينا اللون الحلو قوي اللي هو اللون البني بتاع الرز زي المحلات بالظبط. طبعا في ناس بتعمله اهو، نحط معاه قرنين فلفل، في ناس طبعا بتعمله وفي خربات الخطيره كده. وادي كمان معاه شويه الجمبري. المره اللي فاتت حطيت الجمبري على الوش، المره دي هحطه ايه اهو شايفين كده. ادي الميه بسم الله. خلاص حطيت الميه بتاعت الرز، احط بقى الملح وشويه كمون والتوابل بتاعت السمك واغطيه واسيبه يغلي. هنا بقى شوحت حبه الشوربه، اديها شويه ميه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لسه هديها شويه دقيق وشويه لبن وكريمه اهي، تاخد غلوه بس. احط بقى دلوقتي شويه ملح وشويه فلفل ابيض وخليها كمان تغلي تمام. اركنها على جنب تغلي، وعلى عين دي هحط حاجه ثانيه، هنشوح الجمبري والكابوريا اهو ده هي على عين ثانيه اهي. هنا في حله فاضيه احط بقى ايه هنا، حتى الكابوريا والجمبري والبندقي وشويه توابل وقرن فلفل وشويه جزر وحاجات كده اهو، البهارات بتاعتي كلها تتبيله من بتاعه السمك اهي، واغطي عليها واسيبها تستوي براحتها. اول ما تبدا تتشوح كده معايا هنقلها على عين تانية وابتدي اقلي السمك اهو كله مع بعض كده عشان ننجز. ميه الرز غليت اهي، مسقط الرز، وبعد ما اسقط الرز على طول ابتدي اقلي السمك اهو. اغطيه بقى واسيبه، اول ما يتشرب اوطي عليه واحطه على الهاديه. ولعت، احط بقى ولع على الطاسه تبني للسمك. الشوربه بدات تغلي اهي، ازود لها اللبن بسم الله. طبعا ده اختيار، احنا بنحب فيها اللبن، حطيت لها كوبايه لبن كبير. ده الدقيق اهو، دقيق ذره زي ما قلت لكم، دقيق ذره. ابتدي بقى ايه تبل السمك وقلي على طول. بسم الله. بصوا ما شاء الله لون السمك، بسم الله ما شاء الله. شايفين ايه رايك يا ياسمين؟ عشان دي الدره بيخلي السمك حلو قوي قوي قوي. الرز يا جماعه هو قرنه بتشرب حطيته كده. بسم الله. بصوا شايفين السمك وجماله وحلاوته
عسل عسل عسل. انا عايزه اقول لكم خبر مش لطيف، انا بعد ما عملت كل ده سعاد ويا محمد مش جايين، الله يسامحهم والله العظيم صدمونا. الله عندي الشوربه اهي، ادي الكريمه بسم الله. ما عندكيش كريمه حطي مكانها بقى اربع حتت جبنه نستو وحته زبده، او جبنه كريمه الكوبايات دي حطي شويه منها، بس اقلبها تقريبا وخلاص. انا ما بحبهاش تقيله قوي، انا هكتفي بيها كده مش هحط لها دقيق، لكن لو انتوا عايزينها تقيله معلقه دقيق في نص كوبايه ميه وحطوها عليها بس. بصوا ما شاء الله الرز اهو قرب يتشرب، هوطي عليه بقى واسيبه يستوي براحته. معانا جاهز اهو كده، ايه تمام ندفع عليه كده. الشوربه هتاخد غلوه يبقى كده جاهزه معانا وزي الفل، والسمك بيتقلي والرز خلاص انا بيستوي، والجمبري والكابوريا كمان يستوي. وتعالى بقى نبص في الفرن، بصوا الصينيه كمان قربت تستوي اهي كده، خلاص اكل كله جاهز تمام. اهو يا حبايبي حمر وشها بقى بعد ما اقلي السمك كله. بصوا حبايبي الجمبري والكاليماري والسبيط اهو قلبتهم كلهم مره واحده، وهاخدهم كده اهو على طاسه الزيت على طول كده اهو. بصوا حبايبي ما شاء الله، بصوا الشوربه لونها عامل ازاي، حطيت لها شويه كرفس على الوش تمام كده. خلصت قليه السمك، نبتدي بقى نغرف. انا قليت على القد، الباقي بقى هحطه في كيس في الفريزر. امي عماله تعبي لمحمد اكل عشان توديله البي البي بعد ما كان جاي ياكل هنا، عايز دليفري. قال لها لا ابعتي لي. وصعب بتقول لك ما تعملش حسابها بكره، عايزه هي تيجي تحمره. حقها ناشف سبيل، انا غلطانه جبت لكم اكل. عايزه اقول لكم يا جماعه دقيق الذره بجد حلو جدا 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 في قلي السمك. عايزه اقول لكم ان احنا الساعه 1 بالليل وجوعتنا طول النهار والله. انا كنت هنا طول النهار اصلا، شايفين حلو قوي حبايبي. اهو زي ما انتم شايفين كده الشوربه اهي، والرز اهو، ودي شوربه كمان، دي السلطه ماما عملتها. ادي الجمبري، ادي السبيط اهو، والسمك اهو. بصوا السمك لونه فاتح ازاي وحلو، هي بس الاضاءه اللي وحشه شويه. بصوا من جوه، بصوا ابيض زي الشمعه. بصوا سامعين صوت القرمشه بتاعته بجد يا جماعه. جربوا السمك بدقيق الذره، حلو جدا 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 جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله، واتمنى تجربوا الوصفات دي. ما تكونوش عازمين حد عشان ما يجيش. بس اقول لكم صينيه السمك، بصوا اهي حتى السردين مع المكرونه الاثنين في صينيه واحده اهي. شايفين